معركة الأساتذة والأستاذات بعيدا عن التنظيمات التي وقعت في 14 يناير الأرضية التي أفرزت موضوعيا ما سمي بالنظام الأساسي ليرفضوه نساء ورجال التعليم، تعبير منهم على رفضهم للتراجعات، رفضهم لتفكيك الوظيفة العمومية والخدمة العمومية. إذا النضال متواصل، بدأ مع 5 أكتوبر واستمر في مسيرات ومحطات جهوية وإقليمية إلى حدود مسيرة 7 نوفمبر التي كانت مشهودة، اللي كانت بواحد الحجم غير مسبوق، وهي الآن متواصلة بعد الاتفاق الأخير ديال النقابات الأربع مع الحكومة. هذه المرة المحاور كانت الحكومة إلى جانب وزير التربية الوطنية، ولكن النتيجة لا تختلف. سمعنا ما سمي بتجميد النظام الأساسي، هذه مسألة قانون غير موجودة، كاين السحب، الدولة أمامها السحب والسحب فقط. أما تجويد النظام الأساسي، النظام الأساسي بني على المادة 4 الظاهر ديال 58 وجل مواده تنحو نحو تصفية الوظيفة العمومية وإبعاد النظام الأساسي عن الوظيفة العمومية ديال نساء ورجال التعليم. أيضا ما يرتبط بالزيادة في الأجور، الزيادة في الأجور المقترحة حسب التسريبات هزيلة جدا، خصهم يشوفوا التعويضات والأجور اللي كيتقراوها موظفين في قطاعات أخرى في الأمن، في المالية، في الصحة وغير ذلك. وما بخصوص قطاع التعليم تنموا على أنه لا علاقة له بالقطاع، ما عنده حتى علاقة، ما كيعرف حتى حاجة على القطاع، الإدراك ديالو الإلمام ديالو بالقضايا التعليم العمومي ضعيفة جدا، التعليم العمومي الأزمة ديالو قديمة، ولذلك عرف عدة إصلاحات فاشلة. اللي خصو يتكلم في قطاع التعليم هما المسؤولين اللي عندهم الإلمام، منذ مدة الدولة ما كتعينش وزراء عارفين عندهم الإلمام والإحاطة بقضايا التعليم العمومي في المغرب. وبالتالي أقول بأنه التصريحات الأخيرة صبت الزيت على النار، فقط ساهمت في استفزاز ديال نساء ورجال التعليم، وهذا هو الرد ديالهم، مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.